شايف؟ مش مروض بطل. صورتها؟ اه ولا هذولاك صاروا اسمع صاروا زي السخول. لا لا القصة بدك تفش، انا بدك قصة قص. بدي اعمل له طريقة عندي. انا بعض شوي هون شايف؟ بس مو مشكلة بتروض. شايف شو اللي عجبك فيها؟ هذاك احلى ولا لا؟ هاد؟ يعني ناخذ هاد؟ طريقة قص جنحان طير الحب. طبعا انا هاي الفيديوهات بسويها لاصدقائي المشتركين، بطلبوها بعملهم اياها. انا ما جتش في بالي، ولكن دمجتها مع الفيديو اللي هي طريقة الترويض، فطلبوا مني الطريقة، فانا قلت لهم سهل بس بدهم يعني يشوفوا الافضل. طبعا هذا مش مروض بتاتا وبطير. هذا زفلات بضله طاير. اكيد المرحلة الأولى هي اللي لازم تقص جناح من الترويض. سهل جدا، تمسكه بهذا الشكل. طبعا ما بدك تأذيه. لاحظ في هنا حز هيك. بيجي من هين هيك، بتقصه بالطريقة هاي. لاحظ كيف. سهل جدا. وبتعمل التاني عشان بدك تخلي برضه شوي من الريش عشان لما يطير ما يتأذى، او بالعكس هيك. هاي الطريقة. وخلص. شايف بعض هذا لسه شرس. بالطريقة هاي. طبعا هذا أول ساكيت، أول مرة هذا ينحمل. قصهم تحمله بالطريقة هاي. ممكن هالكيت ينط هو يطير. شايف لحاله سبحان الله كيف. ممكن انه اولها يصير ينط ويطير. شوف الوضع. شاف اللي عكيت في شكله. ضرب عليها. تكلموا مع بعض هذول. هلا والله جاي تحبه عندي. انا قلبي الصغير لا يتحمل. شوف سبحان الله.